أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بأن المعتبر في المناسك هو التمتع، فإذا حج الإنسان مفردا وإذا جاء يوم التاسع هل يذهب حالا إلى عرفة أو يطوف بالبيت؟ ليس المعتبر هو التمتع، الأفضل هو التمتع، وإلا بقية الأنساك معتبرة ومشروعة وهي القران والإفراد، له أن يحرم بأيها شاء، إلا أنه إذا أحرم متمتعا إنه يتحلل من العمرة، فإذا جاء يوم الترويح يحرم بالحج، هذا هو المتمتع، ويكون عليه فدية التمتع. مثله القارن أنه ينوي عمرة وحجا ولا يفصل بينهما بتحلل حتى يؤدي مناسك الحج يوم العيد، يطوف ويسعى ويحلق رأسه، وحينئذ يتحلل من إحرامه ويفدي مثل ما فدى المتمتع، لأنه جمع بين النسكين. وأما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم سنة وليس واجبا، ويبقى على إحرامه إلى أن يحج، يقف بعرفة ويؤدي المناسك يوم العيد ثم تحلل من إحرامه وليس عليه فدية. على أنه يستحب لمن أحرم قارنا أو مفردا وليس معه هدي ساقه من الحل، الأفضل له أن يفسخ إحرامه، أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويعتمر ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ويتحول من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه متمتعا، وهذا أفضل. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه. نعم.